اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم ردة فعلي على افضل اهداف روكت ليج. اليوم راح يكون اهداف جامدة، اهداف ريستايل، وفوق كذا اهداف ريست اللي هو جيم ريست وهذه الاشياء. ما قد سويت ردة فعل على ثلاث لقطات مع بعض، بالعادة بنش الحالة، بالعادة سيفات الحالة، بالعادة ريستايل الحالة، لكن هالمرة جمعت ثلاثة. فقبل ما ابدا مقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين. فعل زر التنبيهات اهم شيء، اهم شيء اشتركوا على زر التنبيهات الله يسعدكم. واذا تبون اكثر من هذه الاشياء تبون تحت في الكومنتات. خلونا نبدا في المقطع. صح نسيت اقول لكم، اللي يبغى يشتري اغراض ماركت ليج عندكم موقع ماركت ليج اكسشينج، رابط فلوس، كود بي اس ال يخصم لكم 3%. اي احد يشتري صور فيديو وانت تشتري وحط كود بي اس ال راح يجيك نص قيمة الشراء حقك. شريت ب 50 دولار راح يجيك 25، شريت 100 راح يجيك 50. فهمت الفكرة؟ خلونا نبدا. يقول لك 67 لقطة، فراح نشوف. والله شكله بنجي. الو، ايش قاعد يصير؟ اوكي، شوفوا كيف ما معه صفر بوست، صفر بوست، خلاص. يا ساتر، نايس والله. والله التحكم في الطيران حقه مو طبيعي. كيف ساتر الانجل. الو، بنش من مرمى المرمى. اوكي اوكي، انا بحاول اركز على العلامه حقت الدول. ايش فيه؟ هذا جنب ريست صح؟ اولو الجنب، والله رهيب، والله رهيب الجنب. لا اله الا الله، وش ذا؟ والله العظيم اللقطه اللي قبل شوي مو طبيعيه. عطى مستي جنب ريست. كم مستي يا ابني؟ كم مستي؟ من ملمى؟ مرمى مرمى. يا ساتر. شوف الكنترول، شوف الدربل، يا ساتر، هذا شوف الوايف داش. يا اخي ودي الميكانيك حقي يصير كذا، شوف الزاوية يا ساتر. اديله، أثير اسمه. أثير من أمريكا. أوكي. حقين دومينز يا اخي غريبين، يعني تحكمهم بالسيارة ترى صعب، بس يتحكمون تحكم مو طبيعي. شوف كيف الاسيست اصلا. لا يا الاسيست، لا يا الهدف بعد، يا ساتر. صني على النبي. كلين، تعرف اللي يقول كلين؟ لقطة نظيفة. والله ديم، والله ديم. شريك، خلنا نشوف شريك. نايس نايس نايس. بس يوم بعد، يا ساتر. حلو حلو حلو. شيك على السيارة، فينو متوقع اسمها، ما اسمها. تتفيه كم سرعتها طيب؟ 120 من ذا المسافة، والله حلوة. نايس والله، حتى زاوية يعني. شو الكنترول اللي اتكلم عنه؟ شو التحكم اللي اتكرم؟ والله العظيم اني من قوة لقطات عرفت اتكلم. شيك اثنين مع بعض. كلهم بنش، ووب، ريدايركت ريدايركت ريدايركت. يا ساتر، كانت كورة على المرمى، بعدين كسب مرمى الثاني ما حتوقعها اصلا. وشيك، والله ريدايركت جامد والله. لا 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 لا، مستحيل حتى بالاوفر تايم. اوكي اوكي نايس. ريدايركت، الو، ريدايركت ظهر السيارة. يا ساتر، حلوة اللقطة اللي قبل شوي، بشوتها فيه. يا شوف الاوفر تايم 6 دقايق. هلا بي ريلاكس، اول عربي اتوقع. اوكي نايس، اغلب اللقطات نفس الجهة هذه اليمين، ما ادري ايش السالفة. اوكي كندي، شتف خوية. وات، شوفوا ما معه بوست كثير، بس شوفوا كيف التحكم حقه، والله العظيم تحكم رهيب. اوكي اول ريست، ريدايركت، يا ساتر. هذا صنم كذا، ما ادري ما ادري هو برايفت ولا مو برايفت، بس اللقطه حلوه والله. هذا اتوقع انه صدف، ماني متاكد يعني. نوش في حركه السياره.
وزلة 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 نايس. لا 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 يا ساتر، اول لقطة تجي ذا الحركة. هذا صامل، هذا صامل، الا بجيب هدف. تشوتني ما تشوتني، شوفوا كيف بطولة بعد. نايس. شوف فريم، نفس الزاوية، نفس الزاوية. ولا 207 سرعتها يا ساتر. موية، خلينا نشوف موية ايش تسوي. نفس الزاوية، نفس الزاوية، بس اللقطة هذه افضل لان معها ماستي وكذا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الماستي القوي. اوكي اوكي نايس نايس. الو ام كي، يا ساتر والله نايس. كم مرة قلت نايس ما ادري ترى، بس اللقطات عجبتني. الله هلا 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 هلا. البنش مع الجدار، نفس الزاوية ايش فيه. زاوية هنا هذه العلمين ترى فيها سرية يا شباب، شكلي بجرب اسوي فيها لقطات. شوف كيف اخذ الجمب ريست، يا ساتر يا جوسي. كل القوة والله سريعة ذي، مفروض يحط سرعتها بس. اديله ماستي وعلى ورا ووب. يا شو اللي غده، واو ايش فيه. شيك لو ابداش على الجدار. وين الكرة؟ الو هذا تول له لقطة قبل شوي. يا ساتر هلا بتربل، نفس الزاوية بس هذه. يا الله هذه طقتها خرافية. اوكي خلينا نشوف الزاوية. نايس والله نايس يا اخي، ما يجي على بالك انك بتسوي ريدايركت كذا وبتطق الطقة الثانية كذا. شوف كيف وزلها على طول في ثانيتين، لأنها هي الكرة سريعة ما يقدر يسوي شيء ثاني، لازم يطق الكرة ذا الوقت ولازم يعدل السيارة ذا الوقت. إذا ما عدل السيارة ذا الوقت مستحيل إنك تجيب هدف. وشوف كيف نقشها. أوهوهو بالتسعين. شو تبين؟ بطيئة بطيئة بس حلوة، بطيئة بس حلوة، نايس. ظهر السيارة. تيك كم جنب ست؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إيش فيه؟ حلو 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 مرة اللي قبل شوي. أوه ألو كيف نقش زي كذا؟ والله نايس. هلا أبي السعودي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. والله نايس. أقسم بالله نايس يا أخي، عندنا مواهب يا أخي. اسمع مو مشهورة يا أخي. ودي ينشرون لقطات أكثر زي كذا. كان تنشر سالفة إن العرب لعيبين. والله العظيم. في عرب يمين بالله لعيبين لعيبين مرة مرة مرة، لدرجة انهم يتفوقون على الجانب بس مو مشهورين. شيك على الزاوية ووب. حلو حلوة صح انها بطيئة وكل شيء بس حلوة حلوة الزاوية حقتها. اوكي مع السيرينج ومع الماستي ومع الريدايركت ووب. نايس ريدايركت والله نايس. يعني كانت سيارة على ورا عشان كذا اقول نايس. حلو ماستي ريدايركت كل شيء كل شيء كل شيء. لقطة حلوة والله. جمبر ست جمبر ست ووب. كاي الله كاي والله لقطة حلوة. بس اقول كاي ما ادري ايش دخل. حلو مع السيلينج اعطى ماستي 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 على ورا. دم هذا راح في النص ما ادري ايش يسوي هذا، ليش جلع المرمى. اوكي مكسيكي. الو كم جمبر ست صنع النبي. اقسم بالله الانجل خرافيه والله خرافيه، ما توقعت ان اجيبها زي كذا. يعني هي كلها اهداف بس انا اقصد النطه هذه الاخيره. اوكي ماستي اوب. الو 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 هذا ماسك الكره مغناطيس كذا، وين بتروحين يا كره تعالي انا امسكك اي مكان تروح له الكره موجود. اوكي الزاوية هذا خش عليه. نايس 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 نايس. سيلينج ماستي بسرعة جمبر ست ماستي ماستي ماستي. أي واحد دمنز لازم ماستي. نايس اللي دايركت جاء فجرة من القهر. والله نايس لقطة. أوكي على بالي إنه على طول المرمى بس لعبها صح والله والله لعبها صح. ريوس ووب نايس القوة حتى. أوكي كيف كيف يوزلها زي كذا بالريوس ولا اللقطة مخطينا من ورا ما أدري ترى صدق
علموني في الكومنتات. اوكي شيك 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 يا ساتر. اوكي هذا ما افق بس حلو اللقطه وابداش سواها اكثر مره. والله راح للتسعين. نويس. هنا خلصنا المقطع، يعطيكم العافيه المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا. للامانه لقطات خرافيه، تمنيت ان الزوايا يعني ما تكون كلها يمين زي العاده، اغلب اللقطات تجي من زاويه اليمين ما ادري ايش السالفه، لكن استمتعت للامانه باللقطات. في لقطات خرافيه، في سعودي شفته، في عربي ثاني شفته، هذا الشيء اقسم بالله حسسني بالفخر، ما ادري ايش دخلني بس فخر. يعطيك العافيه ونراكم على خير في امان الله. سلام.